بقى في الحر الله يصيح الواحد ده. انت يا زفت تعال اظبط المروحه دي قرب عليا شويه. اكيد يا بابا اكيد حضرتك لازم تسيح يعني ما صدقنا الكهرباء بتشغل التكييف. تكييف احمال يا حبيبي احمال الدوله يطلع خفف احمال شويه. هنقعد نخفف احمالك. اديك شايف حضرتك هي اللي اتكسرت لوحدها والله. ما اكيد ما اكيد يا غبي بتشيل مروحه وهي شغاله. طلع النبي عاجبك كده حضرتك الوضع اللي انا فيه ده مخليني استنى اخرس يا كلب البحر بدل ما اخليك مروحه السقف. هتحمل شويه هتحمل شويه. استهدوا بالله سبب. ممكن نلاقي حل والله العظيم يعني ممكن انا اتراضى وانتوا تتراضوا انا ابنكم على فكره. انتوا بتعملوا ايه؟ ما انت بتقولي كلمه حلوه في حقي يا ماما وحدي بابا بس كده. حلو برضه والله يموت طول عمره معايا 2% ليه يعني 2% جبتهم ازاي دول اصلا؟ انت ما رحتش انت حد ده سيبوني انا حاجه و2% ده سيبوني انا حاجه بقى خلاص يا بابا يخرب بيتك انا جاي احب بالراحه تحب زعل انت. انا خايفه انا خايفه انا يا رحمي انا ماما ماما ده انت اللي ماما انت جايب اكل كده وتركي تحت الترابيزه يا بنت. لا والله يا ماما ده بقى مني غلط ده انا جايبه من مصروفي مصروفي يا رحمي. البيت كله طلبات كله طلبات ايه ده؟ كابتن ممكن تنزل؟ ولا انزل يلا خلاص انا مش ازاي دلوقتي كابتن معفن انت يلا عايز ارجع زوم ليه زوم ليه محمد ما زوم ليك ولا سهرانه بس سهرانه يلا انزل ابو هينفخ يا رخي كابتن متهوش يلا انزل بقى. مش عارف في نغزه هنا كده جت ربنا يستر. دخلنا النار ولا ايه؟ مين اللي دفع المروحة؟ يعني النيلة في النار ده مش هنخلص من حمال ابويا يا جدعان بنتحاسب هنا. لا الله بقى في هنا انت تطلع الورشة فيها بابا حضرتك مش هتبطل حركاتك دي بقى ولا ايه؟ بابا انا هشغل الكهرباء بس هشغل المروحة بس والله ما هدفع لك فاتورة الكهرباء الشهر ده كله. يا عم انا اللي هديك فلوس بس ابوس ايدك النور ده يجي ده من الصبح عرفني ومكفرني معاك كل شوية عمال يجي يوضح عمال يجي يوضح الخناق. ايه؟ يعني حضرتك؟ ده انا واقف بسيح مكاني، انا مش هستحمل حضرتك كده، ده بعد اذنك انا هخش اغير ونازل. بابا بس حضرتك هينزل بقى عشان لو وصلت اكتر من كده هسيب. الحمد لله، النور جه. خش جوه كلب بحر مفيش نزول. وانا مش عارف دلوقتي افرح ان النور جه ولا ازعل ان انا بعد ما لبست اخش اغير تاني. بلا نزول بلا بتاع، هي ناقصة. اخيرا هو. ايوه بقى، اعملي اللي عليكي بقى.